السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديستنس اوف ذا فيرست secondary. حبايبي طلبه اولى ثانوي كل سنه وانتم طيبين النهارده معاكم مستر طاهر منصور مدرس اللغه الانجليزيه على قناتنا طاهر منصور على اليوتيوب النهارده نعمل ان شاء الله تعالى ريفيجن بيسد اون يونتس 7 اند 8 علشان امتحان شهر فبراير باذن الله يكون كله تحت السيطره زي ما بنقول وكل النقط اللي ممكن تيجي فيه هنوضحها النهارده ان شاء الله اول نوع من انواع الاسئلة بيقول لي عندي uh, Choose the correct answer from A, B, C or D لا ده النهاردة احنا كمان عندنا uh, حاجة تانية عندنا سؤال بيقول لي choose the correct two او the two correct answers out of the five two options given يعني النهاردة عندنا خمس اختيارات وفي منهم اجابتين صح number one The reporter asked the interview, the interviewee, to interpret his words. To interpret his what? His words. عشان يفسر كلماته. The synonym of the word interpret is synonym معناها مرادف. اه كلمة synonym معناها مرادف. هل هي clarify, confuse, show, understand ولا explain؟ يبقى كده ركز معايا أنا عايز إجابتين صح. هل interpret معناه يعني يفسر اه يبقى اول كده واحده هتبقى ايه Clarify او explain اللي هي معناها يشرح او يفسر number two بيقول ليه how many factory workers كم عدد عمال للمصنع are in danger of losing their jobs the antonym of the word danger عكس كلمة danger is uh, a عكس danger عندي هنا hazard freedom safety difficulty we security قال لي طبعا هنا عندي safety الامان و security التامين اوكي okay. او السلامه بيقول لي he has changed a lot since i saw him اتغير منذ ان رايته the synonym of the word changed is uh, اه synonym بتاع changed a ايه? عندي فيسد عندي موديفايد والترد وبيرسد واجنورد اه طبعا هتبقى ايوه برافو عليك لتر بي اللي هي موديفايد ل لتر سي برضو معناها تغير معناها تغير طيب نبدا كده نكمل مع نمبر 5 5 يقول لي بيفور ليفينج ذا ترين قبل مغادره القطار ايه اللي حصل؟ قال لي before leaving the train make sure اتأكد you have all the belongings belongings يعني ايه belongings؟ يعني كل uh, اشيائك او متعلقاتك with you. The antonym of the word leaving بقى uh, اه of the word leaving هل reaching ولا arriving ولا departing ولا abandoning ولا clarifying ايوه برافو عليك طبعا هتبقى reaching الوصول و arriving برضه الوصول لإن ليفي معناها المغادرة. طب the accused man admitted stealing his neighbor's car. الراجل المتهم اعترف بسرقة سيارة جاره. The synonym of the word admitted is اه admitted معناها اعترف. الـ بقى أيوه عندي مرادفها يعني كلمة synonym هنا معناها مرادف خلي بالنا منها وأنتروم يعني المضاد. هل السينونيم بتاع admitted Denied ولا Confused ولا Disagreed ولا Argued ولا Acknowledged ايوة هتبقى ايه اولاً هتبقى Confused او Confessed sorry Confessed يعني اعترف او Acknowledged يعني برضو يعترف 7 The only doctors are worried about the possible spread of this disease الاطباء منزعجين من الانتشار المحتمل للمرض The antonym of the word worried هاي hey. الانتونيم عكس كلمة worried آه لما واحد يكون قلقان عكسها إيه؟ عندي هنا anxious عندي astonishing عندي كوشس عندي ريلاكسد وكالم طبعاً من دول عكس worried هي ريلاكسد مسترخي وكالم هادئ أما cautious حذر astonishing مندهش وانشس يعني غاضب أو مندهش برضو طيب بيقول لي كده Rakam 8, number 8. One of the many advantages of living in Alexandria is that you can go out or you can eat out at almost any time of the day. At almost any time of the day. Now, say that the synonym of the word advantage is uh, the synonym of the word advantage. Iba here, and the more advantage. عندي ميريت ولا دي ولا دي ميريت ولا بروس ولا كونز ولا ديسادفانتج طبعا احنا متفقين ان ميريتس ودي ميريت ميريت آه ميزه ودي ميرت عيب بروس ميزه و عيب ادفانتج اللي فوق ميزه وديسادفانتج عيب فطبعا هنا هيبقى عندنا الاختيار الصح ميريت و بروس ميريت و بروس هم اللي معناهم مزايا او هم اللي معناهم ميزه بيدي سينيم اوف ذا وورد ادفانتج The television was his only source of entertainment. The synonym of the word entertainment are uh, synonym يعني مرادف كلمة entertainment بقى. <clears throat> عفوا هل navigation ولا dissatisfaction ولا عندي كمان هنا amusement و discovery و enjoyment طبعا هتبقى amusement amusement أو أو enjoyment اللي هي مرادفات كلمة entertainment I can easily finish my work tonight. The, the antonym of the word easily is uh, عكس كلمة easily uh, من أول هنا absolutely and exactly difficultly simply hard طبعا difficultly بصعوبة و hard برضو بصعوبة Okay. بعد كده بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. نمبر هنا بقى الأسئلة العادية. You should put your rubbish in the space, in the space, And remember to clean it because other, or because there is a lot of bacteria inside. يعني لازم ترمي الرابش بتاعتك فين وتنضفها uh, لأن في بكتيريا كتير فيها. تبقى عندي pen عندي بن عندي بان عندي بات طبعا هتبقى بن اللي هي بن اللي هي لتر بي وتنطق بن اما الاولى بان نمبر 2 بيقول لي رساله المهملات طبعا. نمبر 2 بيقول لي when we return from our holiday لما رجعنا من اجازتنا the house didn't feel clean ما كانش المنزل نظيف because there was space on all the furniture لان كان في ايه على الفرنتشر. الأساس هل مد ولا سويل ولا داست ولا ويند طبعا كان في داست اللي هو الغبار أو التراب. نمبر three بيقول لي plants need sunlight النباتات بتحب ضوء الشمس water and good space to grow well. طبعا بيحبوا كمان سويل يعني إيه سويل إيه؟ التربة الخصبة. نمبر four بيقول لي my mom tells me to change the space of uh, on my bed once a week once a week يعني مرة في الأسبوع يبقى طيب بتطلب مني أغير إيه مرة في الأسبوع carpet ولا curtain ولا bedding ولا towel اه في السرير تبقى bedding اللي هي المفروشات number five بيقول لي his room is dirty and the bathroom is messy يعني حجرته مش نظيفة والباث مش مترتب But at space he had a shower this morning. ولكن في النهاية هو اه oh, at least في النهاية at least في النهاية هو شاور هذا الصباح. Six بيقول لك I I can't stop sneezing because I have a space to your pets and space to your pets. أنا مش قادر أتنفس إن عندي إيه من الحيوانات ال pets الحيوانات الأليفة عندي allergy allergic allergy و allergens طبعا allergy يعني allergy اللي هي الحساسية جميل بن بنرفع كده الشاشة علشان حبايبنا يشوفوا كل حاجة نمبر 7 طب نرجع كده ننزلها شوية 7 أيوة أهي بيقول لي بكتيريا لايك سبيس ان ورم النباتات أو البكتيريا بتحب إيه في في الدفء wet places او الاماكن الدافئه والمبتله like a kitchen sponge مثل سفنجه المطبخ طبعا plant ولا make ولا grow ولا soil طبعا هي بتحب تنمو في السبونج تبقى grow ايه بيقولي لي if you want to watch the new film just space on the link on the link يبقى لو عايز تشوف الفيلم الجديد just click on the link دوس على اللينك على الرابط This smell is very space. El very space. To everyone who lives near a bakery, they are used to it. المعتدين عليها. المعتدين عليها familiar, مألوفة. familiar. But my wife said that the dish wash or the dishwasher is the most wonderful space, as it helps her a lot. زوجتي بتقول ان غسالة الاطباق هي الاختراع نقط لانها بتساعدها كثيرا او الاختراع الافضل يبقى نافيجيشن ولا انفنشن ولا كريشن ولا ديزاين طبعا هتبقى نافيجي او انفنشن اختراع A lot of birds fly at night and space by the stars. الأحيانًا أو الكثير من الطيور يطير في الليل. عايز يقول لي بقى وبيعرفوا طريقهم او بي بيمارسوا اعمال الملاحه ازاي باي ذا ستارز اللي هي طبعا نافيجيت نافيجيت بيعرف اتجاهاته بواسطه النجوم 12 بيقول لي space is a system that uses satellites to show your exact position on the earth on a special piece of equipment طبعا الجهاز او النظام اللي بيحدد مكانك على اي, مك... أي نقطه من الكره الارضيه هو ايوه ال ال يعني الاختراع الاعظم I think هو جي بي اس ليه فضل علينا كلنا جي بي اس ده طب نكمل كده نمبر 13 بيقول لي my father sold our car باع عربيتنا so we had to use public transport to what قال لي to get around ولا get across ولا get better ولا get over طبعا to get around يعني علشان نتجول to get around أيوة هي كده أوضح 14 I completely agree space you I completely agree with you متفق معك The front door locks with a low click آه oh, بزقة خفيفة كده أو دوسة خفيفة في الجرامر بقى بيقول لي there is a no parking sign يعني الدرس الجرامر هنا كان احنا عندنا الفرق بين must و should زي ما احنا عارفين و have to و need Uh, two, we ought to. There is a no smoking sign. في علامة بتقول ممنوع التدخين يبقى we space smoke here. اه uh, we shouldn't ولا we should ولا we mustn't ولا we must طبعا طالما في علامة بتقول ممنوع التدخين يبقى we mustn't ممنوع mustn't. Drivers space stop their cars when the traffic lights are red. السائقين يجب أن يوقفوا سياراتهم لما شرط المرور تبقى لونها أحمر. فشودنت ولا شود ولا ماست ولا ماست طبعا ماست طبعا ايه ماست طب نكمل كده مع حبيبنا نرفع الشاشه لفوق نمبر 3 بيقول لي او ديير اتس ليتر ذان اي ثوت اه الوقت اتاخر اكتر مما توقعت اي سبيس جو ناو اي شود جو ناو ولا اي ماست جو ناو ولا اي نيد ولا اي ماست uh, طبعا هنا هتبقى اي ماست جو ناو لازم امشي دلوقتي فور بولي this book is very valuable الكتاب ده قيم جدا ذو قيمة you space look for look after it انت لازم تعتني بي you space look after it if you need ولا well, shouldn't ولا well, should ولا well, must طبعا you should look for uh, after it five, بولي you space come early to attend the conference from the very beginning you space come early اه oh, يبقى انت لازم تيجي بدري اه oh, you must come early عشان تحضر المؤتمر من البدايه 6 بيقول لي you space smoke in petrol stations اه oh, طبعا its very dangerous خطير جدا انك تدخن في البترول ستيشنز uh, اللي هي بنوع عليها محطات الوقود او محطات البنزين يبقى you mustn't ولا shouldn't ولا needn't ولا must طبعا you mustn't 1000 mustn't كمان ممنوع 1000 ممنوع طيب نكمل كده شوية نمبر 7 ننزل هنا شوية كده نجيب 7 أيوة 7 بيقول لحضرتك it's a space to sleep early to be able to get up early من المفروض انك تستيق تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا it's necessary it's advised it's advisable ولا it's forbidden ها حبايب قلبي فكر كده معايا يبقى اتس ايه انك تنام بدري وتصحى بدري طبعا هتبقى اتس ها؟ necessity ولا والadvisable ولا طبعا advisable من المنصوح به advisable طب يو سبيس drive a car without holding a drive license اتس against the law against the law يعني ضد القانون يبقى انت كده هتقول mustn't ايوه you mustn't drive a car without a license Number one if you space smoking أو if إيه لو أنت نقط سموكين you would probably feel healthier لو وقفت تدخين اه هنا would probably دي حالة second أيوه حالة ثانية فهنستخدم stopped اللي like هي letter B if you stopped smoking what is space if you are bitten by a, by a snake <applause> أنت هتعمل تحصل لك إيه لو تعديت بواسطة snake يعني ثعبان uh, لا قدر الله يبقى هتبقى what will you do ولا what would you do ولا what will you do اه الاولاني كانت you will do والله would you do طبعا هتبقى what will you do لان الجمله present ايوه هتبقى will you do اللي letter c if you are hungry لو انت جعان space and other uh, and other sandwich يعني كل uh, another sandwich واحد Sandwich كمان يبقى will take ولا take ولا don't take ولا would take هتبقى take another sandwich if my sister has a baby boy لو بن, لو اختي جابت ولد baby ولد she space him احمد يبقى هتسميه احمد يبقى will call him احمد طيب يبقى نكمل كده هاي تما نجيب اخر الفايل five بيقول لي نرفع شوي كمان في لا نزلها <applause> ايوه كده. نمبر 5 بيقول لي if you add 6 to 7 لو ضفت 5 او 6 ل 7 you space 14 تحصل على 14 اه طبعا دي حقيقه ف would get يبقى زيرو كونديشنال يعني present simple present simple ولا might get ولا get ولا got طبعا هتبقى get طبعا هتبقى get. طب 6 بيقول لي if you space the bill before فرايداي لو نقط الفاتوره قبل فرايداي we will take the computer pack هنرجع الكمبيوتر تاني. هل if you paid ولا don't pay ولا didn't pay ولا hadn't paid طبعا هتبقى if you didn't pay. 7 if Noha plays the game she would be happy لو نها ايه اللعبه she would be happy هتبقى سعيده طبعا هنا عرفت هي second conditional عرفت منين لان بعد القمه بعد كما في وود ومصدر الفعل فهنختار نختار one عشان يبقى past simple مع مع conditional If she pet her friend at chess لو غلبت صديقتها في chess في الشطرنج she would be very happy أيوه هي جت على طول she would be very happy. Second conditional طيب I space angry if it turns out that you are wrong. أنا هبقى زعلان لو الموضوع اتقلب وبقيت أنت خطأ. يبقى if it turns present يبقى I will the first condition الحالة أولى طب number 10 رقم 10 بيقول لي if a plant لو نبات doesn't get any water لو النبات لم يحصل على أي مية إلا يحصل it, uh, it dies إن دي حقيقة it dies إن دي حقيقة أي نبات ممكن ما يعني يحصلش على مية ده اللي يحصل نكبر كده شوية أيوه انزل تاني عشان حبايبنا نشوفوا السؤال ايوه نبيله always space her mother if she has too much to do <applause> عفوا نبيله always اه uh, always what helps دايما بتساعد مامتها لو عندها حاجات كتير تعملها طيب بيقول لي if you red if you space red and green paint you get brown paint يعني لو عملت ايه في اللون الاحمر والاخضر تحصل على براون بينت ميكسد ولا ويل ميكس ولا هاد ميكسد ولا ميكس طبعا هي ميكس عشان دي برضو فاكت في الزيرو كونديشنال نمبر 13 اف احمد هاد ريد ذا بوك اه دي ثيرد كونديشنال الحاله الثالثه هاد والباست بارسبل هي سبيس وات هابند ات ذا اند يبقى وود هاف نون كان هيبقى عارف ان الثيرد كونديشنال اف باست بيرفكت وود او كود او مايت او

15 بيقول I want to go to the park if you space with me يبقى I want to go to the park if you ايوه if you don't come لو مش لو انت ما جيتش معايا نمبر 16 بيقول حسن has worked hard for the test اشتغل كويس على الامتحان I'll be surprised if he هستعجب او هستغرب جدا if he وقعت بقى if he doesn't pass, if he isn't passing, hadn't passed, ولا won't pass, يبقى if he, uh, I will be surprised if he doesn't pass, doesn't pass, pass. 17 بولي if I went to Australia, I space my cousins. لو رحت استراليا, I will see ولا saw ولا would see, ولا had seen. طبعا هتبقى would see my cousins, would see my cousins. دي حالة second. حالة second أو الحالة الثانية. وهنا نبقى وصلنا لنهاية مراجعتنا حبايب قلبي إن شاء الله ندعو من الله تعالى إن تكونوا موفقين بنسبة 100% وإن شاء الله الدرجة النهائية في الامتحان ده والفاينل بإذن الله تعالى وإن شاء الله نلقاكم على خير انشر الفيديو ابعته لأصدقائك حتى تعم النفع أو تعم الفائدة بالنسبة لنا إن شاء الله تعالى أهم شيء يوصلك الفيديو وتستفيد وتدعي لنا وإن شاء الله الفول مارك هي نصيبك كان معاكم مستر طاهر منصور دمتم في خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته